عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم تلاقينا فيديو جديده. هذا الفيديو غير كتبارك قلت نصورها لكم، علاش لا؟ حيتاش صوبت هذا فطيره ديال التفاح، وبقى لي التفاح شايط، وباش ما يخسرش قلت علاش ما نديرش التحليه اللي غنستعمل فيها غير كيوي، جوج كيويات وداكشي اللي شاط لي من التفاح كنقطعوه، وغنديو معايا ياغورت ناتور ومع غرونادين. انا عزلت هذا ديال الفواكه الحمراء، زيرو سكر بطبيعه الحال، وغنضيف عليهم حبوب الشيا. وهانتوما معايا غتشوفوا كيفاش غندير التحليه اللي ساهله مهله. اول شيء غنقطعوا الكيوي ديالنا، وطريقه التقطيع اللي ساهله من بعد ما كنقطعوهم وكنغسلوهم باش ما يبقاش داك كي كنقولوا لي داك الزغب اللي كيكون فيه ديال الكيوي، انهزوهم ونقسموهم. نقسموهم على ثلاثة، ممكن تقسموهم على ثلاثة وتعاودوا تقطعوهم على ثلاثة باش تحصلوا على بحال تحصلوا على هاد القطعة هكا. وغنستمروا نفس الطريقة البنات. من بعد ما حطيت جميع المكونات قدامي، الكيوي، التفاح اللي شاط لي قطعته، حيت كما قلت لكم في بداية الفيديو كنت صابت الفطيرة ديال التفاح وبقى ليا، قلت حرام يضيع، اللهم ندير به شي حاجة اللي غناكلوها. أما هذا غيبان لكم بحال الزيتون غيبان لكم بحال الزيتون الحمر، هو لا غير سوغيز، عندي سوغيز معلب حتى هو ما بقاش فيه بزاف، هزيت منه هاد الكميه. ممكن عندي سوغيز معلب وقلت حتى هو نستعملو. وكما قلت لكم كما سبق وقلت لكم ياغورت ناتور، ما في حتى حاجه، ما في لا سكر لا حتى حاجه، 100% ناتوريل. وهذا غير باش نحليه، ولا الا بغيتو تهرسو داك المذاق كتزيدو بحال السيرو ديال المغرب او الغرنادين، المهم اللي بغيتوها. المهم كل حاجه انا كنخص من السكر بزاف، كنستعمل بزاف هاد لي ديال زيرو. ونحطو، نبداو بدانون هو الاول، نحطو معلقه في الاسفل كذلك نفس الشيء. عرفتي انا كيفكرني ملي كندوي ديما، كيفكرني بحال بحال داك الرايس خوي اللي كنا كناخدو في المغرب، نفس المذاق بالنسبه للناس اللي عزاز عليهم، غير هو كل واحد شنو كيزيد. انا كنزيد عليه حبوب الشيا نظرا للمنافع ديالها، كتعجبني كنبغي نزيدها. هذه هي الوصفه ديال النهائيه، هكا كتجي من بعد ما دخلناها الثلاجه وخرجات، ملي كتكون بارده كتجي حسن. وهذه هي الطريقه النهائيه ديالنا ديال هذه الوصفه ديال هذا النهار. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على رجل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وخليو لينا التعليقات ديالكم. المهم خليو لي التعليقات ديالكم نقراهم. ولا عجبتكم الفطيره كما هي مقدمه هنايا، ما تنساوش انكم تكتبوها لي في التعليقات، اني نصوبها لكم ونصورها.